سلام الناس، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون فيديو اللي طلبتوه مني بشكل لا يصدق، وبعض البنات يعني تقلقوا حسابهم واش ما بغيتش نتشارك معكم الوصفه. هادشي ما كاينش، انا فقط يعني نتوما عارفين انه قبل ما نعطي اي وصفه البنات اللي مشاركات معايا وكيعرفوني لازم انني نكون 100% متاكده منها وانها هي فعلا اللي خدمات ليا. اليوم غادي نشارك معكم السر ديال كيفاش حتى تزادت في الوزن. ثم كلكم عارفين انه يعني على مدار دابا تقريبا سنه ونص وحنا مع بعض في اليوتيوب، يعني الوزن ديالي ما كيتحركش، ولكن لقيت انه بالنسبه يعني للطول اللي عندي ضروري انه خاصو يكون واحد شويه ديال الوزن زائد، لانني بغيت ندير واحد النحت للجسم بالرياضه، فكان ضروري انني نزيد نضيف سعرات حراريه في الجسم ديالي باش نقدر انني ندير هذا الشيء. فبزاف ديال الناس كيقولوا لي ابتسام اشنو درتي لوجهك، واش حناكك يعني بشنو هذاك، واش بوتوكس ولا هكذا، واش وجهك هو اللي عمار؟ لا، انا الجسم ديالي كله عمار لغرض انني يعني بغيت ندير رياضه ديال نحت الجسم، وهذا الشيء اللي كندير حاليا. هذه الوصفه هذه بنات كيستخدموها الرياضيين، كاين الناس اللي كيديروا الرياضه رجال او العيالات وكيمشيو ياخذوا دوك لي بروتيين اولا البروتين باودر، هذاك اللي كيجي في حكاك كتلقاهم كيتباعوا في لي بارافارماسي ولا البارافارم اولا لي فارماسي ولا حتى لي سوبر مارشي. هذاك الشيء انا حقيقه يعني ما كنامنش به لانك ما كتعرفش راسك اش كتدخل لجسمك. هذا هو يعني الالتيرناتيف اولا، يعني هذا هو البديل الصحي 100% واللي عطاني نتيجه تقريبا في 15 يوم. يعني 15 يوم لقيت انه تزاد في الوزن ديالي ملي بديت كناخذ هذه الوصفه. هذه حتى دابا تزادني تقريبا 6 كيلو. قبل ما نخليكم دوزوا المقادير كندعي اي وحده جديده معنا انها تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وما تنساوش انكم تتابعوني في الانستغرام ديالي لان فيه كيكونوا شي حوايج اكثر ملي كيكونوا في اليوتيوب. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف وندوزوا للوصفه. كنصحكم كنصح اي بنت ما كتقدرش تاكل اولا كتاخذ مكملات غذائيه اولا كذا، حطي داكشي كامل جربي هذه الوصفه هذه، اعطيها التجربه ديالها شهر على حساب كل واحد والقابليه ديال الجسم انه يدير واحد الميتابوليزم لذاك الكالوريز وكذا. اعطيها شهر، اعطيها 15 يوم الى شهر وشوفي النتائج. عاد بامكانك لما بغيتيش تكملي في هذه الوصفه هذه ديري حاجه اخرى. بالنسبه لي انا يعني مكملات غذائيه ولا كذا ما كنتيقش انا بداك الشيء على الاخر، ما كنتيقش فيه نهائيا. هذه حاجه طبيعيه كتاكلها، كناكلو اللوز كناكلو القعقله كناكلو البنان كناكلو هادشي كامل، فلما نزيد نطول عليكم كثر غادي ندوز ديريكت وغادي نعطيكم المكونات. اول حاجه غادي نحتاجوها هنا هي البنان، كيف ما كتشوفوا عندي هنايا بامكانكم تستخدموا بنان مستورد اولا بنان ديال البلاد، فقط تكون بنانه كبيره، من بنانه الى جوج بنانات. بالنسبه لي انا كناخذ هذا تقريبا بنانه وحده فيها من 130 الى 200 غرام في البنانه الواحده. كناخذ بنانه واحده، اذا كان البنان شويه صغير كناخذ جوج بنانات. كناخذ معاهم جوج معالق كبار ديال اللوز عادي يعني لوز غير محمص. من بعد كناخذ معاهم ملعقه كبيره مملوءه ديال الى ملعقتين ديال الزبيب اولا ديال العنب المجفف. كناخذ معاهم ملعقه كبيره من الشوفان، يعني حتى هو يعني كيف ما كيتخاد في الهيئه ديالو. و كناخذ ملعقه كبيره من البيناباتر اولا من زبده الفول السوداني، هذه متوفره في الاسواق التجاريه الكبرى يعني في السوبر ماركت. و عندي هنايا بامكانكم تستخدموا الماء، حقيقه مره كندير الماء مره كندير الحليب على حسب يعني انا ويعني اشنو بغيت في ذاك النهار. معاهم غادي ناخذ عندي هنايا الرايب المنزلي الصنع او الجريك يوغرت، يعني كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الرايب اللي فعلا ضروري في هذه الوصفه هذه، يعني لانه دوك الخمائر وكذا الحال الخمائر اللي كتكون فيه كتكون كثر بنسب عاليه من دانون، واخا كنصاوبو من دانون ولكن كيكون كثر. اذا بغيتوا تشوفوا الطريقه كيفاش كندير حتى كنصاوبو الرايب معكم غير تكتبوها لي لتحت في التعليقات، واكيد غادي نكون اكثر من فرحه انني نشارك معكم الوصفه لانها جد 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 ضروريه في هذه الوصفه هذه ديال هذا البروتين الطبيعي لزياده الوزن. يعني هذه الخمائر الحليبيه فيها كتكون اكثر بكثير من الياغورت العادي. بالنسبه للبنات اللي يعني خارج المغرب في امريكا او في كذا في اوروبا ما عرفتش، بالنسبه لامريكا متوفر الجريك ياغورت يعني اولا دانون اليوناني، حتى هو راه بديل لهذا الريب هذا. بالنسبه لينا حنا هنا في المغرب ما عندناش الجريك ياغورت فكنستخدموا الريب. وعندي هنايا اخر حاجه هي قعقله،
القاقلة أو الكاردمون أو القاقلة، بنات اللي كتعرفوها شنو هذه سميتها بالعربية باللغة العربية الفصحى، بليز كتبوها لتحت البنات الغير مغربيات باش حتى هما يفهموا معانا. هذه هي الوصفة ديال زيادة الوزن. غادي ندوز باش نوريكم أشنو كيدار مع أشنو، شحال من مرة يعني خاصكم تاكلوها، وشحال الوقت باش تبان لكم النتائج. نعاود نعطيكم عاوتاني المقادير. بنانة الى بنانتين، جوج معالق كبار ديال اللوز. بالنسبه للوز هنايا بامكانكم تضيفوا يعني ديروا ملعقه لوز وملعقه بيستاش، او ملعقه لوز وملعقه قرقاع او وولنات، يعني وولنات او بيستاشيوز، حاجه اللي تكون دسمه يعني كاع هاد المكسرات هادو حاجه مزيانه. جوج معالق الى ملعقه الى ملعقتين من الزبيب او من غيزان او الريزنز، هاد العنب المجفف. وعندنا هنا ملعقتين من على الاخير من الاوتميل او لا الشوفان او لا الخرطال، ملعقه كبيره من البينا باتر او لا من زبده الفول السوداني، 150 غرام من الرايب، ما قلتش لكم بالحق يعني سميتو، 150 غرام من الرايب او لا الجريك يوغرت. وعندي هنايا 200 مللتر من الماء. غادي ندوزو باش نخلطو كلشي، وغادي نرجع بطبيعه الحال باش نقول لكم اشنو ديروا الاول وشنو ديروا الاخر. بالمناسبه بنات يعني جميع المكونات بالنسبه للوز وبالنسبه للزبيب لازم انهم يتغسلوا قبل ويتنشفوا جيدا. فهذا هو الشيك ديال البروتين اللي كيزيد الوزن حقيقة بشكل لا يصدق، وبعناصر يعني 100% كل شيء طبيعي كيف ما شفتوا معايا حاجات اللي كناكلهم كل نهار. يعني فعلا فعلا هذا هو الحاجة الوحيدة اللي كنستخدم، ما كنستخدم لا مكملات غذائية، ما كنستخدم لا فاتح شهية لا حتى حاجة، فقط هذا. هذا عندكم خاصكم تشربوه كل نهار حتى تلقاو النتائج اللي بغيتو. كيف ما قلت لكم انا تقريبا عندي 15 يوم بدات كتبان عندي النتيجه، فبقيت كنشربو مره يعني في 3 ايام مره في كذا، لانه فعلا بنين، يعني حاجه بنينه، ماشي حاجه كتشربيها بزز عليك ولا كذا. من بعد ما تشربي هاد القريعه هذه خاصك ضروري ما تاكلي من وراها وحده من هاد القاقله اولا من الكاردامو. علاش؟ باش يعني هي اللي كتهضم لينا هاد العصير هذا، لانه يعني فعلا كيجيب لينا يعني طنز، كيجيب لينا بزاف ديال السعر الحراريه، كيجيب لينا بزاف ديال الكالوريز. فضروري ضروري ضروري بنات فوق ما تاكليه خاصك وحده من هادو ندغيها من وراه مباشره، يعني تمضغيها من ورا ما تاخدي الشيك ديالك اولا العصير. وصدقيني انا كي غادي تلقاي احسن نتائج، لان النتيجه نتوما لاحظتوها فيا بلا ما نقولها لكم، انا لاحظتوا انني تزاديت في الوزن. فهذا هو الحاجه اللي كندير، كيف ما قلت لكم صحيه ما تخافيش منها، كليها بعينيك مغمضين، كلشي يشربها، هذه ولاد بنات دراري صغار، يعني حتى كلشي كلشي انها كتزيد في الوزن بطريقه امنه. كنتمنى لكم تجربوا هذه الوصفه هذه، لان فعلا فادتني، وكيف ما فادتني غاديه تفيدكم. كلشي لاحظ انا الوزن ديالي تزاد، كلشي كيسال اشنو درتي، هذه هو اشنو درت، هذا هو اشنو درت، هذا هو الشيك اللي كنشرب
كل نهار اشربوه بنين زوين غزال، ويعني بليس كان نطور فيه، مثلا مره ندير فيه مذاق الشوكولات، مره مذاق الفريز على حساب انا والكانا، يعني حاجه اكثر من رائعه، جربوها ما غاديش ندموا. ما تنساوش انكم تحطوا لي لايك على الفيديو لتشجيع، وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من حتى تما تهلاو لي فروسكم بزاف، كنبغيكم غزالاتي، وبقاو صحيين. سلامه.